الجاليه المغربيه على مستوى العالم والضعف ديال التنظيم ديالها. ولهذا الان واحد تيجي تقول لك انسان متسل، كيفاش نضم استشاره ديال الجاليه المغربيه في امريكا؟ تيقول لك خصنا نشاركوا في السياسه في الانتخابات تما ويكون عندنا النواب ديالنا، يعني الناس عندهم مصالح، كاين الناس باغيين يكونوا نواب في المغرب، يعني لا في هذا الميدان لا في ميدان اخر الانسان يمكن انه يجعل يكون 3,300,000 مغربي متفقين على قضيه. اذن بصفته ان هذا المجلس تعين لذاك الغرض خصو يفهم يكون عنده واحد الليونه بان يفهم بان هذا الشيء ما خدمش. اذن خصنا نشوفوا نعاودوا النظر كما تطلب انت كما تطلبوا الاستشاره، نعاودوا النظر في التركيبه ديال هذا المجلس، ماشي في الافراد اللي تعينوا، في السياسه ديال المجلس. يمكن الوداديات تبقى ولكن خص الحكومه المغربيه تتعامل مع كل الجمعيات المغربيه. اذا الناس الوداديات ما فرحانيش. ما كاينش دوله في العالم اللي دارت اللقاءات اللي درناها حنا قبل ما يكون انشاء المجلس. الجمعيات خصنا نعرفوا كيفاش الجمعيات، واش الجمعيه تدخل وهذه الجمعيه ما تدخلش وما تشاركش في الانتخابات. كاين شعارات بان المسلسل ماشي ديمقراطي. فعلا المجلس خلق مشكل ضمن الجاليه. واش نتوما مستعدين على انه الخطاب ديالكم ما يبقى شايع على انه الامور كلها مزيانه؟ لكاين اقتراحات عمليه عندك ولا عند اخوان كلهم كما كانوا؟ اهلا وسهلا. قال انه التعليم في المغرب في المرحله الثالثه من تحت افريقيا، اللي مرورنا هو جيبوتي وكيب فيردي. اذا كيفاش هذا المغربي بغى يمشي للمغرب ويدي ولادو باش يقراو في المغرب؟ يعني كاين الناس اللي عندهم اللي الانتقادات ديالهم مقبوله، وكاين الناس اللي الانتقادات ديالهم يعني فيها مشكل. الان صراحه دايره حمله كبيره في اوروبا على اساس ان خصهم مطار في بوحرفه. هذيك اللي غوزو عليك باش لي يسمحلش المشكل ديال المطار في بوحرفه. دابا بادجيت باش علماء مغاربه يجيو للخارج وكذا، هذا شيء طيب. والا يمكن المغاربه هنا يلقاو التعليم الديني يلقاوه من اطراف متطرفه ولا كذا، اللي غيخلق مشكل اعوص. Right now it looks like we have an airline going to Morocco, but in fact it's an airline going to New York City. That's about it. مشكله ديال الترونسبور مهمه جدا. علاش؟ لان الاب الا كان كيدخل ولادو مره في العام للمغرب احسن ما كيدخلهم 3 سنين مره ولا 5 سنين مره، لان مساله ديال الفلوس. وهذه المساله هذه الا كانت السياسه ديال الدوله كلها يعني كتراهن باش تبقى هذه العلاقه مرتبطه، خصوصا بالاجيال اللي جايه، ماشي بهادو اللي ديجا راهما عند مدقوقه فيهم ديك الشوكه، فهمتي، ديال المغرب. وما كانش يعني تقويه الحركه الجمعويه ديال الجاليات المغربيه، راه السلطات المغربيه بصفه عامه، وخا يكون المجلس ولا ما يكونش المجلس، خصهم باش تلقى مخاطب. كما انا قلت كاين خمسه اللجان ولا سته اللجان عندكم، ربما واحد اللجنه اللي تكون لجنه دائمه هي لجنه الدراسات، وهذه لجنه الدراسات ربما انها تكون هي اللي كتربط علاقات بالكفاءات المغربيه في الخارج. احنا مستعدين اما الان ولا في الاسابيع المقبله، ولا مثلا الا كان ضروري انه نستقبلوا وفد من هذا البلاتفورم في المغرب باش نناقشوا على برنامج عمل. I'm a Moroccan, I'm proud to be one. Morocco has given me a lot and I want to give back. كان عرضنا عليه في واحد الاجتماع وبدا يتكلم على الشركه ديالو وبدا يبكي. لان تيقول لك انا قريت بفلوس المغرب ومشيت والان باغي نرد. اللي يعني نفس المساله اللي عشتوها انتم وكان عندكم المشاكل والناس تتغوت، راه حتى حنا كان عندنا هذا المشكل. الناس تيقول لك انتم ماشي شرعيين كتمثلوش، كنقول لهم انا ما عمرنا قلنا غنمثلو شي واحد. لان الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه تنخبيوها بينا. ما يمكنش ندوزو للمرحله الثانيه ديال التمثيليه ولا الديمقراطيه الحقه بالشكل ديال الناس يمثلوا الناس الا ما كناش منظمين. السيسي هاد المشاكل اللي حنا عاد عرفناها اليوم، بزاف ديال المسائل كانت ما واضحاش في القضيه ديال التمثيليه وقضيه كيفاش المجلس وشنو الاهداف ديال المجلس. اللي خصنا اللي جديد وهذا راه تحدي تاريخي، هو انه كيفاش غنحافظوا على مغاربه وهما في نفس الوقت تيندمجوا في مجتمعات اخرى. هذا هو التشالنج.